الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لا ذنب اليوم، لا ذنب اليوم في هذا المشهد المقدس، هذا المشهد غير المسبوق، هذا المشهد النادر، هذا المشهد الذي لا يتكرر إلا مرة كل عام هنا في صعيد عرفات، حيث هذه الجموع من البشر التي جاءت من كل مكان لتطلق هذا النداء لبيك اللهم لبيك، وترفع أكف الضراعة للاستغفار والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. كل هذا ربما بينقل على الهواء مباشرة، وعلى مدار كل السنوات الماضية بيتم نقل مناسك الحج وشعائر الحج ويوم عرفة وخطبة عرفة، كل هذا بنتابعه على مدار السنوات الماضية، لكن لم نفكر من أين يأتي هذا البث، من القائمون عليه. أنا الآن أقف في أعلى نقطة في برج وزارة الإعلام السعودية، حيث يتم نقل ووضع الكاميرات التي تنقل كل هذا المشهد. يعني أجد خلفي بشكل سريع، والكاميرا التي استطعنا أن نصل إلى هنا، أن ننظر إلى هذا الحشد من البشر، هذه الجموع وهذه الملايين من البشر التي جاءت من كل مكان. وهنا حيث على يميني مسجد نمرة، هذا المسجد الذي يشهد دائما ويشهد دوما هذه الفعاليات في يوم عرفة ومن صعيد عرفة، وجبل الرحمة الذي يقف شامخا على أعظم أحداث حدثت هنا في بداية الخلق وبداية الكون في هذا المشهد، حيث جبل الرحمة من ناحية، مسجد نمرة من ناحية أخرى. هؤلاء الحجاج، هؤلاء الحجيج الذين يتحدثون بكل اللغات لكنهم في النهاية يقولون لبيك اللهم لبيك في هذا المكان، أستشعر العظمة وأستشعر القدسية الشديدة، وأنا أرى هؤلاء شعص غبر، كل منهم يعفر جبينه بالصلاة ويرطب لسانه بالذكر. هذا المشهد الذي كما قلت لا يتكرر إلا مرة كل عام، لذلك كنت على موعد مع زملائي في وزارة الإعلام السعودية، كيف يتم نقل هذه المشاعر، وكيف يتم نقل هذه المشاعر من هذه المقدسات بهذه التقنية في هذا التوقيت. وقفت على الكثير من المدخلات، ربما لا يجد ولا يرى ولا يقف المشاهد عند كثير من هذه التفاصيل، لكن أثرت أن أنقل لمشاهد المشاهد في مصر وفي كل الدول العربية ما يجري، لكي يقف على المجهود الذي يبذل خلف الكاميرات وبشكل لنقل هذا الحدث وهذا الموسم وهذه الفعاليات بهذه التقنية بهذه الحرفية ولكل دول العالم في نفس التوقيت. أنا أتصور إنه مجهود يستحق الشكر، ومن لم يشكر الناس لن يشكر الله، واشكروا من أجرى الله النعمة لديه. فهؤلاء يعني أصحاب فضل في هذا النقل، نقلوا مشاعر الحج والحجيج إلى كل دول العالم بشكل مباشر، وكل المساعدات الفنية والتقنية واللوجستية مجابة في التوقيت والزمان الذي يطلبه الجميع. في كل الأحوال أنا يشرفني أن أقف أيضا في هذا الموقف وفي هذا المشهد لكي أنقل جزءا وأقف على حقيقة جزء من هذا الحدث، وواصل مجموعة من اللقاءات والسلسلة من اللقاءات داخل غرفة العمليات المركزية، غرفة المراقبة، مع المخرجين مع الفنيين، وسوف يعني نقف معا لنعرف سر هذا النجاح مع هذه اللقاءات. التجهيزات الفنية هي كلمة السر في هذا المشهد، هذا المشهد الرائع، هذا المشهد الذي يأخذ العقول. المهندس صالح الشافي بيطلعني على بعض من هذه الأسرار وما يجري خلف الكواليس. أهلا بك باشمهندس. أهلا أهلا وسهلا. يعني أطلعني على هذه التجهيزات التي تتم على مدار الساعة وبهذا الشكل المنظم والشكل المخطط لنقل الصورة إلى المسلمين في كل أنحاء العالم. البداية أرحب فيكم في هذا المشعر المبارك. طبعا التلفزيون السعودي جالس يغطي لجميع دول العالم، ينقل الحج
طبعا عرباتنا متوزعة في جميع المشاعر المقدسة، من عرفات، من منى، من مزدلفة، بما يزيد عن 25 عربة نقل خارجي وأقمار صناعية لتغطية جميع الأحداث التي تصاحب الحج، بالإضافة إلى الاستديوهات الموجودة في منى وفي عرفات وفي جبل الرحمة لتغطية جميع مناسك الحج بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات لجميع القنوات المشاركة في تغطية موسم الحج من خلال البث العام، بالإضافة إلى تجهيز موقع للمداخلات المباشرة للقنوات، وكذلك عملية الحقن للتقارير التي يتم إعدادها من قبل القنوات المشاركة في موسم هذا الحج. باشمهندس، المكان اللي أنا فيه ده اسمه إيه؟ احنا الآن موجودين في مقر الوزارة في مشعر عرفات، والذي يحتوي على تقريبا ما يزيد عن 100 كاميرا لتغطية مشعر عرفات، سواء للبث العام أو للبث الموحد الخاص بالتلفزيون السعودي، حيث يوجد لدينا هنا استوديو خاص بالتلفزيون السعودي الذي في السنة هذه تم توحيد جميع شاشات التلفزيون السعودي بنفس الشاشة، بالإضافة مشترك لجميع قنوات التلفزيون السعودي، القرآن الكريم والسنة النبوية وقناة الاس بي سي والإخبارية والسعودية، في بث متزامن ومشترك لموسم الحج هذا العام. طيب ايه الجديد اللي تم تقديمه هذا العام لكي تخرج الصورة بهذا الشكل؟ طبعا السنة هذه جميع العربات والأقمار والكاميرات كلها بتقنية الـ HD، فموسم حج بتقنية الـ HD، بالإضافة إلى طائرات الدرونز وكاميرات الأزم لتغطية الحالات الإنسانية التي تحدث في الحج وبثها لجميع مشاهدين التلفزيون. طيب هنا هذا المكان المحدد اللي احنا فيه بننقل منه اعلى نقطه في مشعر عرفات، اسمها ايه؟ هذا برج التلفزيون في مقر الوزاره، والمطل على جبل، والمطل على مسجد نمره. من هنا يطلع الاستوديو الموحد للقنوات السعوديه، بالاضافه الى كاميرات البث العام التي تصل لجميع الدول. يعني هنا من هذه النقطه بيرى العالم مناسك الحج. نعم صحيح، يرون مناسك الحج في عرفات. أنا بشكرك جدا يا باشمهندس، شكرا ومبروك مقدما هذا النجاح الباهر. شكرا، شكرا للجميع. شكرا ليك. في النقطة التي يتم نقل كل المشاعر والشعائر المقدسة من عرفات الله، من عرفات وفي يوم عرفة بيتم النقل لجميع أنحاء العالم من هنا، من هذه النقطة التي أقف فيها الآن وسط الكاميرات العملاقة التي تنقل للتلفزيون السعودي ومنه إلى كافة التلفزيونات والمحطات الفضائية على مستوى دول العالم أجمع. في هذا المكان بأشعر بقدسية، قدسية دينية لهذا المكان وقدسية مهنية أيضا، كيف ينظر العالم إلى شاشة موحدة بهذه الحرفية بهذه التقنية ومن هذا المكان. هذا المكان ربما بيساهم في تشكيل وجدان وفي عملية ربط إيماني على مستوى العالم كله، فما أفضلها من لحظة. أخي الأمامي المصور الأساس الذي يقوم بنقل عملية الحج ويوم عرفة في هذا المشهد، هاخد منه وقت قليل جدا، ثواني حتى اطلع منه على ما يجري. اهلا بيك. حياك حبيبي. اسم حضرتك؟ رامي الغامدي. رامي، انت بتعمل ايه؟ انا مصور، احنا بننقل الشعائر لجميع انحاء العالم، واحنا البث العام لجميع القنوات. انت اول سنه تنقل ولا قبل كده اشتغلت؟ الحمد لله كل سنه. كم سنه بقالك؟ تقريبا 9 سنين. 9 سنين في نفس المكان. ايه الجديد السنه؟ والله الجديد انه كل سنه في شيء جديد، يعني عندنا حكومه خادم الحرمين الشريفين ما بتقصر معنا، وكل شيء موجود، وكل شيء كل سنه في شيء جديد، من خدمات، من نقل، من كل شيء. عينك شايفه ايه السنه دي جديد؟ شايف، والله عيني يعني شايفه فرحه الحجاج. بتشوف وانت بتصور فرحة الحجاج، رغم التعب ورغم الحر ورغم العواصف اللي كانت موجودة امبارح، شايف الفرحة؟ الله يكتبها لهم ان شاء الله، الله يكتبها لهم ان شاء الله، يعني شيء جميل، يعني شيء جميل، يعني انا اتمنى لهم ان شاء الله ذنب مغفور ان شاء الله. انت بتصور بعينك ولا بروحك؟ بروحي وبعيني وبقلبي باي شيء.
حبيبي كل سنه طيب ومبروك مقدما، وسعيد ان انا بصور معاك في هذا المكان. اديك العافيه حبيبي، اديك العافيه. شكرا لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم حضرتك؟ خالد القحطاني. خالد، انت بتصور ايه دلوقتي؟ بصور النقل العام لمشعر عرفة الله، مشاعر الحجاج وكل ما يصير في عرفة بننقله على الهواء مباشرة. التلفزيون السعودي. التلفزيون السعودي على جميع قنوات العالم، بث موحد على جميع قنوات العالم. انت بقالك كم سنة بتنقل بتساهم في هذا النقل؟ الحمد لله 11 سنة. 11 سنة بتنقل. برضو نفس السؤال، ايه اللي انت شايفه جديد السنة؟ هو كل سنة حتشوف حاجة جديدة، تنظيم جديد، ترتيبات جديدة، مساهمات جديدة حتى من الشعب، مو بس الحكومة، يعني المهم قصرة في أي حاجة، الشعب كمان يساعد في تطوير كل حاجة. والحمد لله احنا في خدمة حجاج بيت الله في كل مشاعر المقدسة. ايه أكتر حاجة شفتها وانت بتصور لفتت نظرك وأثرت فيك؟ كبار السن هم محمولين على ظهور أبنائهم، الأطفال وهم مع آبائهم يعيشوا المشاعر من يومهم أطفال وصغار، تبقى هذه في ذاكرة الطفل إلى يكبر، إلى يعيش، إلى يرجع يعيش التجربة مع طفله مرة ثانية. وللوقوف على هذه الخدمات التي تقدمها هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية لكل الإعلاميين ولكل المراسلين التلفزيونيين هنا في عرفات وفي كل المناسك، بيشرفنا أن نلتقي مع السيد خالد الغمدي نائب مساعد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون التلفزيون. أهلا بك أخ. أهلا بك، الله يسلمك وحياكم الله، شرفتونا هنا في المشاعر. كل سنة وانتم طيبين. وقبل شكر موصول على هذا المجهود، لكن عايز أعرف معاك كيف يتم مساعدة الوفود الإعلامية بهذا الشكل المنظم المرتب المخطط، مفيش غلطة زي ما بيقولوا، دوركم إيه في هذا؟ أولا الشكر لله سبحانه وتعالى وحده، وإحنا نرحب فيكم ونرحب في جميع الزملاء الإعلاميين من جميع الدول العربية والدول العالمية. إحنا حقيقة يعني دورنا هو تسهيل هذه التغطيات لهذه القنوات، الهدف واحد هو نقل المشاعر الحج. وفرنا هذه السنة يعني عدد خطوط أكثر عبر الأقمار، وفرنا وحدات مونتاج، وفرنا طبعا بث موحد مباشر لمشاعر الحج خطوة بخطوة. هذا البث هناك ما يقارب 200 كاميرا تقريبا متوزعة في أنحاء المشاعر لالتقاط أهم الصور ومتابعة الحج خطوة بخطوة. لدينا ما يقارب 20 عربة أقمار، لدينا ما يقارب 5 استوديوهات من مواقع مختلفة في عرفات، في منى، في مزدلفة. الحمد لله. أيضا الجديد هذه السنة أن جميع قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون اشتركت في بث واحد موحد، قناة القرآن الكريم، قناة السنة النبوية، القناة الإخبارية، قناة إس بي سي، القناة السعودية الأساسية. والحمد لله مثل ما أنتم شايفين إلى الآن التغطية على أكمل وجه، وشكر لزملائي في هيئة الإذاعة والتلفزيون. متى تبدأ دوركم في خدمة الإعلام، خدمة الإعلاميين، خدمة الصورة الرائعة اللي العالم كله بيراها في وقت واحد، وراءها مجهود ووراءها تخطيط وراءها رجال عشان تطلع بهذا الشكل المشرف مش للسعودية بس قدام العالم الإسلامي كله؟ الحمد لله. طبعا احنا خطتنا كانت على 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي بدأت من استقبال الحجيج عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد ذلك انتقلنا إلى المشاعر، بدأنا في إنتاج برامج من الميدان بلقاءات خاصة مع أهم المسؤولين وأبرزهم. البث الموحد وهو الأهم في حديثنا هنا، اللي بدأ من يوم التروية، من بداية يوم 8 ذو الحجة الساعة 4 عصرا بدأنا بث مباشر، حيستمر بإذن الله لحد 13 من ذو الحجة بما يعادل 144 ساعة على الهواء باستطاعة أي قناة الاستفادة من هذا البث لنقل هذه المشاعر اللي نتشرف فيها، ونسأل الله القبول لجميع حجاجنا بإذن الله. تقريبا في كم محطة بتنقل منكم أو كم محطة إذاعية أو تلفزيونية في، لأنه الخدمة العالم كله بيرى نفس الصورة في نفس اللحظة بنفس التقنية بنفس الجودة، في كم دولة وفي كم محطة وفي كم وسيلة إعلامية بتتعامل معاكم بشكل مباشر؟
طبعا احنا الحصر الان لا يمكن حصره، احنا بنبث الإشارة لجميع دول العالم باستطاعة اي قناة ان تاخذ التردد وتشترك معنا في البث. اعتقد من خلال تجارب سابقة السنوات الماضية احنا بنصل لكل ارجاء العالم لأهمية الحدث، وكله طبعا مجاني. مجاني نعم، ما في شك، مفيش حاجة اسمها حصري ومفيش حاجة اسمها عود ابيع واشتري في الناس. هو ليس حصري، ولكن حقوق القناة السعودية بوضع شعار القناة السعودية، هذه حقوق هيئة الإذاعة والتلفزيون. طيب العالم كله بينظر إلى السعودية على أنه بلد الحرمين، بتدير الحج بحرفية شديدة، بتساعد كل دول العالم في النقل، بتساعد كل الحجيج في الوصول وتأدية المناسك بهذا الشكل الرائع، يعني بعيدا عن شغلنا في الإعلام اللي احنا شايفينه من لحظة وصولنا إلى المطار وحتى الآن حفاوة بالغة، في تطور كل عام عن العام السابق. إطلالة منك كإعلامي وكمختص على هذا التطور غير الطبيعي، لأنه يعني أنا من 10 سنين تقريبا الصورة اتغيرت تماما، وكل عام بتتغير تماما. المرة دي مفيش مواطن موجود على أرض السعودية إلا ويلقى نفس الاهتمام ويلقى حفاوة بالغة وابتسامة بتاع الوجوه، دون تبرم، دون ضيق، دون شعور بأي، يعني إيه اللي بيحصل؟ بداية أنتم ضيوف الرحمن، وما نحن إلا خدام لهؤلاء الضيوف ولبيوت الله سبحانه وتعالى ولهذه المشاعر. طبعا تكاتف الجهود وجميع القطاعات الحكومية المشاركة، التناغم ما بينهم، السعي إلى تطوير الدراسات الاستراتيجية التي تعمل، الخطط، التقنيات استخدامها، النظر إلى تجارب الآخرين، هذه كل الأشياء ما في شك أنها هي حتعكس هذا اللي أنت تراه ويراه كل حاج ويراه سواء كان إعلامي أو حاج. أعتقد هذا هو سبب النجاح، ونسأل الله لنا وإياكم التوفيق إن شاء الله بإذن الله، وهذا أقل ما نقدمه لكم. كل سنة طيب، ومبروك مقدما النجاح الباهر لموسم الحج في هذا العام، وإن شاء الله دايما المملكة العربية السعودية بتقدم القدوة والمثل في خدمة الإسلام والمسلم. الله يبارك فيك، وأهلا وسهلا فيكم. شكرا. شكرا لك. وللوقوف على أسرار الشؤون الفنية وما يجري في الخلف، ربما المشاهد لا يرى ما يجري من مدخلات فنية ومن أفكار ومن مجهود ومن ضغوط حتى تخرج الصورة كما يراها العالم بهذا البهاء وبهذا الشكل، لابد أن نقف في هذه المكاتب التي لا يراها المشاهد بشكل عام. كان لنا للوقوف على الأمور الفنية المهندس حاتم أبو ناصف، مدير عام الشؤون الفنية بالإذاعة والتلفزيون السعودية. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا وسهلا، الله يحييكم، شرفتونا. مبدئيا مبروك على النجاح الباهر للنقل لكل دول العالم بهذا الشكل المبهر وهذه الصورة الرائعة، لكن أيضا هناك مجهودات في الخلف بيتم بذلها من الجميع حتى تخرج هذه الصورة، اطلعنا على ما يجري وعلى دوركم في هذا الإطار. مبدئيا أهلا وسهلا فيكم، مبروكنا جميعا بإذن الله، وتقبل الله من الحجاج. طبعا احنا بنبدا من وقت مبكر بالاستعدادات للتغطيه، بدايه من دخول الحجاج من المنافذ الجويه والبريه الموزعه على مناطق المملكه لتغطياتها، يعني وتماشيا الى ان يصلون الى هالمشعر المبارك. طبعا يتم تحديد العديد من المواقع توزع فيها عربات النقل التلفزيوني والأقمار التي تتجاوز حوالي 25 عربة تقريبا موزعة على كافة مناطق مكة المكرمة في عرفات وفي منى وفي مزدلفة وفي الحرم، إضافة إلى توزيع الدتلات الخاصة بالمراسلين وخلافه، تقديم الخدمة أيضا لكافة الأجهزة الإعلامية القادمة من خارج المملكة اللي تشاركنا الحقيقة، ويسعدنا مشاركتهم كثيرا في تغطية الحج. هذا السنة هذه التغطية بالكامل كانت على الـ HD، متوفرة على الـ SD، لكن كافة الأجهزة اللي استخدمناها هالسنة كانت يعني بنسبة 75% كلها أجهزة حديثة جديدة أول مرة تستخدم في حج هذا العام. والحمد لله إلى الآن يعني التغطية ممتازة، مستخدمين السنة هذه في التغطية كاميرات، حوالي 5 كاميرات أوزمو، عندنا حوالي 7 كاميرات درون موزعة ما بين عرفات ومنى وجبل الرحمة.
لتغطية الحاج والحجاج وهم يؤدون مناسكهم عن قرب، وبدون ما يكون في إزعاج لهم من إمداد كيابل وخلافه. طبعا احنا الحمد لله ايضا تغطيتنا طالعة في الأقمار، مغطين تقريبا شمال أفريقيا، نصل إلى أوروبا، إلى أمريكا، إلى الشرق، نصل يعني إلى باكستان وأبعد. مغطين تغطية طيبة ولله الحمد. يعني النجاح واضح جدا، أعتقد أنه العالم كله بينقل بشكل مباشر عن السعودية، وهذا النجاح كان اللي فيه رجال وراءه، منهم الأطقم الفنية اللي أنا شايفها دلوقتي بهذا الشكل. يعني أنا باشمهندس حاتم، يا ريت تساعدني وتقول لي الناس اللي شغالين معانا، تشرح لي اللي بيحصل والناس اللي موجودين، لأنه أنا فهمت أن هم المخرج مثلا بيخرج كل السنوات الماضية في عرفات، فبالتالي الناس دي متخصصة وكأنه عبق عرفات، ويوم عرفة هو العنوان العريض، فأطلعني على ما يقدمه هؤلاء. طبعا هنا غرفة التحكم الرئيسية في عرفات، المخرج معنا الأستاذ شرف حكيم، هو المخرج الرئيسي هنا. أستاذ شرف، ممكن تشاركنا؟ اهلا بك. اهلا وسهلا. يعني انت المخرج، يعني الباشمهندس بيقول انت المخرج الرئيسي لهذا المشهد المقدس، المشهد الرائع. اطلعنا قول لنا بقى ذكرياتك، قول لنا ايه اللي بيتم، ماذا يجري هنا؟ والله احنا يعني لنا سنين في المجال ده، ونستخدم عده معدات، يعني تقريبا حوالي الان عندنا 25 سيارة اوبيفان للنقل، عندنا تقريبا حوالي 198 كاميرا شغالة معنا، في كوادر شغالة بنفس الأسلوب. طبعا كلها جهود ذاتية من قبلنا، ماشي من أحلى ما يكون. تعليق غبشون. طيب نضيف شيء جديد السنة هذه احنا شغالين فيه، العمل جاري بين ماستر العرفات والماستر الرئيسي الموجود في الرياض. السنة هذه كل يعني اللي بيحصل في تواصل مستمر معانا، في خط ساخن على أساس تم ضم كافة القنوات السعودية إلى قناة واحدة، بث مباشر. نعم، بث مباشر من قناة واحدة، بث مشترك. بث مشترك، نعم، موحد لكافة القنوات بما فيها قناتي القرآن والسنة وقناة اس بي سي وقناة الإخبارية كلهم وقناة السعودية منضمين في بث موحد. فمشاركين الزملاء، زملائنا في الرياض الله يعطيهم العافية، في عملية الجرافيكس وعملية البث، ودائما في خط ساخن مفتوح بين الأخ شرف وبينهم في الرياض. فهذه كانت أول مرة الحقيقة أنه الزملاء في الرياض يشاركونا في البث، لكي تطلع الصورة بالشكل اللائق إن شاء الله، اللي يعني نتأمل من الله سبحانه وتعالى أنها يعني تصل لتوقعاتنا، ونكون غطينا كافة الجوانب للمسلمين اللي هم لم يستطيعوا أو لم يحالفهم الحظ أنهم يكونوا متواجدين معنا في هالمشعر المبارك. أخي شرف، إيه الجديد اللي تقدم السنة دي؟ إيه الصورة الجديدة اللي تقدر تقول قدمنا إيه السنة دي جديد؟ لأن كل يوم في جديد. ما قصروا صراحة، سواء من وزارة الإعلام، من الهيئة، مقصروا ومدونا بمعدات جديدة مثل الطائرات الدرون، بالكاميرات الفوركي، الأوزمو، يعني عدة معدات هي ساعدتنا، سويتشات، كلها ساعدتنا في طلوع بهذا المستوى المطلوب. شرف، احنا في الغرفة دلوقتي المركزية، مش كده، اللي هي اللي الحاج بينقل، يعني دي سر اللي بنشوفه على الشاشة، هو موجود هنا يعني، بس انا شايف فيه ابتسامة على وجهك، ولو اي مخرج ثاني يبدو عصبيا ويبدو متبرما وخايف من اي حاجه، انت مبتسم، ايه سر الابتسامه دي؟ الحمد لله، ربنا وفقني اني اخدم حجاج بيت الله، توفيق من الله سبحانه وتعالى. طبعا توجيهات من الحكومه العادله اللي عندنا، توجيهات خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الامين، بتوجيهات معالي وزير الاعلام والاستاذ داود الشرعي. كم سنة تخرج هذا المشهد المقدس؟ الحمد لله تقريبا لي الآن 18 سنة متواصلة. 18 سنة،
بختك، وكل سنه وانت طيب ومتشكر وبالتوفيق ومبروك. الله يبارك فيك باشمهندس، مبروك ومتشكرين جدا على سعة صدركم، وبالتوفيق دائما يا رب، وان شاء الله من نجاح لنا. اهلا وسهلا، شرفتونا وشكرا جزيلا لكم، وانتم اخواننا ومننا وفينا، يعني بالعكس احنا بنستفيد منكم كمان يعني في امور كثيره في التغطيه، وشكرا لجيتكم هنا. متشكرين، كل سنه طيبين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لك والملك.